السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. محاضرة اليوم هي الأورثوبيديك أند الفانكشنال أبلاينسز، الجزء الأول من المحاضرة. خلال الجزء الأول من المحاضرة راح ناخذ الأورثوبيديك أبلاينسز، وإن شاء الله في الجزء الثاني راح ناخذ الفانكشنال أو المايو فانكشنال أبلاينسز. قبل ما نبلش ناخذ بالمحاضرة، بس نحب نذكركم بأنه احنا مصطلح الأورثوبيديك قد مر علينا بالمحاضرة الأولى، كان ضمن موضوع أورثوبيديك، أورثودونتيك أند أورثوغناثيك. الأورثوبيديك التعريف مالته كان هو علاج العظام الفكين قبل ما، يعني أثناء ما الطفل قاعد ينمو، فنعالج العظام، ممكن الماكسيلا نزيد التقدم مالته، ممكن نقلل التقدم مال الماكسيلا، ممكن الماندبل نحاول نغير النمو مالته، هذا معنى اورثوبيديك. اورثودونتيك يعني معناه نعدل الاسنان، هو التقويم الثابت او التقويم المتحرك اللي من خلاله راح نحرك الاسنان. واورثوغنافيك للحالات اللي ما نقدر، اللي ما فاد وياها الاورثوبيديك واللي ما فاد وياها الاورثودونتيك، وظل مثلا الماندبل كلاس 3 متقدم بدرجه عاليه، ظل الماكزيلا متقدم عنده كلاس 2 بدرجه كلش عاليه، بحيث الشكل يكون ما مقبول بالنسبه للمراجع، راح نرجع الى الاورثوغناثيك واللي هو عمليه جراحيه، ونبدي نصحح اشكال العظام. Orthopedic and functional appliances, there are essentially three alternatives for treating any skeletal malocclusion. هسه إذا كان عندنا مشكلة عظمية، مو مشكلة بالأسنان، إذا كان عندنا مشكلة بالأسنان، فراغات ما بين الأسنان، تراكب ما بين الأسنان، اكو سن بي كروس بايت، اكو سن بي روتيشن، ذاك الوقت إحنا دايركت نروح المن نبدا للاورثودونتيك. لكن اذا كان عندنا سكيليتال مال اوكلوجن، وعندي مراجع من عمره يوم العمر 60 سنه، هذا الوقت كله مفتوح اقدر اشتغل له. شنو الشغلات اللي ممكن اسويها؟ اول نقطه اسويها هو احاول اغير نمو العظام اللي اني اعتقد انه بالمستقبل راح يكون نموها متخربط، راح يسبب لي مال اوكلوجن، فاسوي جروث موديفيكيشن. الجروث موديفيكيشن اسويه بالاورثوبيديك ابلاينسز، وحتى ممكن اسويه بالفانكشنال ابلاينسز. النقطة الثانية هي شغلة كلش لطيفة اللي هي الدنتال كيموفلاج. كيموفلاج بمعنى تمويه، بمعنى أنا عندي بيزل بون، عندي بيزل بون، وعندي الفيولار بروسيس، وعندي أسنان. إذا كان عندي كلاس 2 مايل تو مودريت والأسنان ويا طالعات، إذا عدلت الأسنان، قلعت الفور وعدلت الأسنان، راح أسوي كيموفلاج. كيموفلاج شنو؟ يعني تمويه. أنا عدلت الأسنان على مود العظم يبين مو كلاس 2، فهو هذا نوع من أنواع الأورثودونتيك لعلاج السكيليتال مال أوكلوجين. إذا ما فادت الشغلة نهائيا وما أعطت نتيجة، أو من البداية على مود أكون دقيق بالكلام، يعني من البداية شفنا المراجع ما راح يفيده الكيموفلاج ولا راح يفيده الجروث موديفيكيشن. ممكن المراجع إجانا بعمر 18 سنة 19 سنة، عنده سيفير كلاس 2، بمعنى أنه الكيموفلاج ما راح يفيده. هذا مباشرة نفهمه أنه أنت تتعالج بالأورثوغناثيك سيرجري. هاي انا شفت نقطة لطيفة، the first two option، الخيارين الأول والثاني اللي هو الـ growth modification والـ dental camouflage can be used in growing patient، and the later two اللي هي الـ dental camouflage والـ orthognathic surgery used in adult patient، بمعنى انه الـ dental camouflage يدخل هم بالـ growing patient وهم ممكن استخدمه بالـ adult patient. هسه راح نجي الى اول جزء من الماده مالنا اللي هو الاورثوبيديك ابلاينسز.
يا وحدة من هاي الأبلاينسز مألوفة إليك، ممكن تستخدموها على قرايبك، أخوك، أنت لما كنت صغير وكان عندك مشكلة ممكن استخدمتها أو شايفها باليوتيوب. هذا النوع اسمه تشينكاب، بمختصر مفيد. هذا تشينكاب إذا كان أكو كلاس 3 سكيليتال، كلاس 3 ماندبيولر بروتروجين أونلي، يعني فقط الفك السفلي متقدم العظم مالته، اقدر استخدم التشينكاب. اذا كان عندي هذه السحوله فيس ماسك، اذا كان عندي الماكزيلا راجع ومسبب لي كلاس 3، او كان عندي الماكزيلا راجع وشويه الماندبل متقدم مسبب لي كلاس 3، اقدر استخدم الفيس ماسك اللي يكون عمله الاهم على الماكزيلا، يتكون من قطعتين، قطعه ريموفابل ابلاينس او فيكست باندات تثبت على المولر، فيرست مولر من الهوك، ينحط الاستيك للجزء الخارجي من الفيس ماسك. ذن الثنين التشينكاب والفيس ماسك يعالجن المراجع او الطفل اللي عنده مشكله الكلاس 3. نجي اذا كان عندنا مشكله كلاس 2، هذا الهيد كير اذا كان عندي كلاس 2 ماكسيلاري بروتروجن، راح ارجعه باستخدام جهاز اسمه هيد كير، هذا يسحب الماكسيلا للخلف. خوش، احنا هسه عالجنا تقدم الماندبل، عالجنا تقدم الماكسيلا، عالجنا رجوع الماكسيلا، بعد لازم اكو جهاز نعالج بيه رجوع الماندبل، وهو الفانكشنال ابلاينسز. يعني القسم الرابع هو الفانكشنال ابلاينسز اللي علاجها هو بروتروجن، سبب لنا بروتروجن اوف ذا ماندبل. هنا اكو نقطة ومفهوم جدا مهم، لو اقارن انواع القوى، احنا لحد هاي اللحظة خضنا، طلاب ركزوا وياي شوية، هنا احنا لحد هاي اللحظة خضنا الفيكست ابلاينس وخضنا الريموفابل ابلاينس، وهسه دخلنا بموضوع جديد هو الاورثوبيديك ابلاينس. الفيكست ابلاينس طلاب كان نوع القوة المستخدمة هو لايت كونتينيوس فورس، وكل ما كانت الفورس لايتر بالمراجعين اللي هم عندهم قاعد نستخدم لهم الفيكست ابلاينس، كل ما كانت القوة لايتر، كل ما كانت الحركة فاستر، كل ما كانت النتيجة without pain وافضل. والاشخاص اللي استخدمنا لهم الريموفابل ابلاينس، جماعه الزد سبرينج، جماعه الهولي ارت، جماعه الادم كلاس والسكرو، هو هذا الريموفابل ابلاينس، فكانت القوه هي لايت ايضا لانه قاعد يحرك الاسنان، لكن القوه كانت انترميتنت، كون المراجع ينزع الجهاز ويلبس الجهاز، ولما ينزع الجهاز القوه تروح للصفر، معناها انترميتنت. خوش، بالاورثوبيديك فورس شنو نوع القوة؟ هل هي لايت كونتينيوس؟ هل هي لايت انترميتنت؟ لا طلاب، القوة هنا هي فيري هيفي انترميتنت فورس، كلش القوة تكون هنا قوية، لأنه أكو نقطتين مهمات لما أستخدم القوة القوية. أولا أنا ما قاعد أحرك أسنان أو ما أريد الأسنان تتحرك، أنا قاعد أحرك عظام، والعظام تحتاج إلى قوة قوية. النقطة الثانية، كون أني هاي الأجهزة مثلا هذا الهيد كير راح ترتبط بالأسنان، وأني عندي طريقة ما أخلي بيها الأسنان تتحرك، هي لما أسلط قوة كلش قوية على الأسنان، السن راح يدخل بحالة مثل الشوك، مثل الصدمة، ما مصدق مقدار القوة اللي عليه. فيتذكرون احنا قلنا كل ما زادت القوة ادخلنا في شيء اسمه اندرمايننج ريزوربشن، صار عندي في نقطة اسمها هيالينايزيشن اريا، منطقة زجاجية تحيط بالسن. فهو هذا اللي راح يصير، السن لما راح نسلط عليه قوة كلش قوية راح يجمد بمكان من الصدمة، والقوة راح تنتقل إلى العظام، راح تحرك العظام. هذا كلش مهم الموضوع، خلينا نقرأ.
There are two types of forces used in orthodontic. One is orthodontic force, which when applied force bring about dental change. هاي أول نوع، إنه نستخدم قوة، هاي القوة الغرض من عندها إنه تحرك لنا الأسنان. The other is orthopedic force that bring about skeletal change. يعني يقول لك إذا الأورثودونتيك فورس تقول لك تحصل لنا حركة بالأسنان. إذا أقول لك أورثوبيديك فورس فراح يسبب لنا حركة بالعظام. Unlike orthodontic force which are light force مثلا 50 100 جرام bringing about tooth movement, orthopedic forces are heavy force. هاي العبارة المهمة، هي قوة heavy generally in range of 300 to 500 جرام over 400 جرام per side طلاب، يعني 300 جرام إلى 500 جرام بجهة وحدة، يعني جهتين ممكن تصير 600 جرام، ممكن توصل إلى 1000 جرام. That bring about change in the magnitude and direction of bone growth. هاي القوة، هذا النوع من القوة يصيحوا له الأورثوبيديك فورس. Rational of orthopedic appliances therapy. هسه بما انه احنا شوية اختبطت عندنا المعلومات بأنه القوة المستخدمة جدا عالية، إذا أكو مفهوم صار عندنا أنه القوة المستخدمة بالأورثوبيديك أبلاينسز راح تكون هيفي فورس. الأورثوبيديك أبلاينسز كلهن مكونات من جزئين، جزء خارجي مسؤول عن السحب مثل هاي الصورة، وجزء داخلي يثبت على الأسنان. واحنا راح نسلط القوه مالتنا على الاسنان، ونريد من خلال تسليط القوه على الاسنان انه نحرك العظام. شنو اللي قاعد يصير؟ Orthopedic appliances generally use teeth as a handles to transmit force to the underlying skeletal structure. بمعنى الاسنان هي عباره عن معبر للقوه، والقوة ما راح تأثر عليها، ممكن تحركها قليل، لكن الحركة الأساسية اللي راح تصير بالعظام. The basis of orthopedic appliances therapy reside in the use of intermittent force of very high magnitude. إذا قفلنا على الموضوع إنه الأورثوبيديك فور أبلاينسز هي تستخدم very heavy force، وشرطها إنه ما تكون continuous. يعني إذا فقط نسيت هاي العبارة سببت كارثة للمراجع. إذا المراجع استخدم الأبلاينس بشكل continuous اعتبر إنه الأسنان ماتت فلشن مع severe pain يصير عند المراجع. وهسه أقول لكم ليش. Such a heavy force when directed to the basal bone via teeth tend to alter the magnitude and direction of the growth of jaw by modifying the pattern of bone opposition at periosteal sutures and growth sites. إذا يسألوك يقولوا لك شلون الأورثوبيديك أبلاينسز تشتغل، تقدر تجاوبهم هنا. تقولهم عن طريق تسليط قوة هيفي لكن intermittent. هاي القوة راح تنقل من الأسنان، كون الأسنان راح تكون هاندل to transmit force للبيزل بون. هذا البيزل بون راح يتأثر الماجنتيود والدايركشن اوف جروث، وراح يصير عندنا موديفيكيشن بالجروث. بيا مكان يصير موديفيكيشن، يصير موديفيكيشن بالسوتشر وبالبريوستيال عفوا يصير عندنا موديفيكيشن بالباترن اوف بون اوبوزيشن ات بريوستيال سوتشر اند جروث سايت. هذا هو خاف يطلبون منكم الموضوع، هو هذا الميكانيزم اوف وورك مالت الاورثوبيديك ابلاينسز. Immediate tooth movement does not occur since hyalinized zone in periodontal ligament caused by heavy force prevent direct frontal resorption of the socket wall.
لكن هنا اذا هو مصير حركه بالفرونتال ريزوربشن معناها احنا رحنا الى في شيء اسمه اندرمايننج ريزوربشن. والاندرمايننج ريزوربشن طلاب اذا تتذكرون هو يكون بينفول جدا، وممكن انه يؤذينا السن، يعني يسبب لنا تروما للسن، ممكن يصير روت ريزوربشن، ممكن اكو مناطق تموت. فما اشوف انه ذكر هاي العباره يدل على انه فائده للاورثوبيديك ابلاينسز، ممكن يكون هذا ديسادفانتج اوف ذا اورثوبيديك ابلاينسز. ليش ديسادفانتج؟ لانه هو ما راح يصير فرونتال ريزوربشن، وممكن راح يصير اندرمايننج ريزوربشن بدرجه معينه، وهذا راح يسبب اذيه للمراجع. شنو اللي راح يقلل لنا الاندرمايننج ريزوربشن؟ هو انه نستخدم انترميتنت فورس. يعني اذا اشتبهت انت وقلت للمراجع هذا الابلاينس لبسه 24 ساعه، انت خليت المراجع ضمن كارثه بانه صار عنده اندرمايننج ريزوربشن بدرجه كلش عاليه، وبالتالي راح تأذي الأسنان، وبعد فترة أسبوع 10 أيام الأسنان راح تبدي تتحرك. هذا الموضوع اللي هو ينقذ الأورثوباتيك أبلاينسز. هذا جدا مهم طلاب فهم هاي النقطة. أورثوباتيك أبلاينسز are worn intermittently بشكل متقطع for only about 10 to 14 hours a day، فقط 10 إلى 14 ساعة، والمريض عنده من 14 ساعة إلى 10 ساعات، أو من 10 ساعات إلى 14 ساعة راحة. Tooth movement is also reduced significantly by replenishment، إعادة تجديد of the normal circulation للدورة الدموية الطبيعية مالت السن when the appliance is not worn. بمعنى أني راح أصدم السن خلال 10 ساعات بحيث السن يدخل ضمن شوك، يصير بها هيرنايزد اريا تحيط بالسن، بالبدايه ماكو حركه، اوخر القوه، صار شنو عندي؟ ريبلينشمنت، تجديد بيمن بالسيركوليشن مات البلاد اللي هي بالبدايه كانت اسكيميك وماتت، وصار عندي سترايل نيكروزيس مثل ما ذكرنا بالمحاضره محاضرات التوث موفمنت. Thus skeletal changes rather than tooth movement occur during orthopedic appliances therapy, although some tooth movement is inevitable. من الممكن حصول بعض حركات الأسنان، يعني هاي العشر ساعات إلى 14 ساعة ممكن ما تكون كافية لكي يستعيد السن عافيته، فلهذا ممكن تصير حركة في بعض الأسنان. Age of patient، يا عمر ملائم اشتغل للمريض بالفانكشنال ابلاينسز. بمختصر مفيد احنا نحتاج مريض يكون جروينج بيشنت. فالجروينج بيشنت بمعنى انه بالميكس دنتيشن الطفل، يعني اسنان لبنيه اكو اسنان دائميه اكو، مثلا السنترال طالعات سنترال ولاترال والسكس، هذا يعتبر ميكس دنتيشن لطيف. افضل عمر ممكن للشغل هو، لانه احنا راح نحاول نغير بالجروث، اذا لازم يكون العمر مالتنا ضمن الجروث مالت المريض، يعني ضمن فتره النمو مالته، لكن لازم نستمر بعد ما يتوقف اعلى نمو. الغرض من عنده لانه اذا احنا اشتغلنا فقط مثلا بعمر 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة مثلا هاي الفترة وتوقفنا، من الممكن انه النمو مالت المريض راح يرجع يعيد نفس الوضعية، يعني راح يرجع يتعافى مثل ما يقولون ويرجع الى نفس الوضعية القديمة. فمن المهم انه نبدي من وقت ونستمر لفترة طويلة على مود نمنع انه الجسم يرجع للحالة القديمة. It is advisable to start with a patient in mixed dentition period to make most of the active growth occurring during pre-pubertal growth spurt. إذا أفضل عمر advisable نصيحة بأنه نشتغل ضمن mixed dentition. Treatment، شوف هاي النقطة هنا مهمة، may have to be continued until the completion of adolescent growth. أنتظر للأدوليسنت يكمل النمو كله.
so as to prevent relapse caused by the re-expression. لكي أمنع الريلابس، أمنع أنه الحالة السوء عن طريق re-expression، يعني إعادة فرض نفسه of patient fundamental growth، اللي هو fundamental بمعنى essential، أساسي. يعني وكأنه النمو مات المريض القديم راح يرجع مرة ثانية. After the cessation of orthopedic therapy، يعني بعد ما أوقف العلاج مالتي، مثلا أنا منعت الماندبل من التقدم باستخدام التشينكاب واستخدمته خلال فترة الميكس دنتيشن وما خليته يمتد للأدوليسنت جروث، ايش راح يصير عندي؟ الماندبل راح يستعيد نفسه، لأنه الماندبل هو ينمو أو يتأخر النمو مالته أكثر من الماكسيلا لفترة طويلة، يبقى ينمو الماندبل وراح يستعيد عافيته ويرجع يسوي نشو ويتقدم أكثر ويصير عندي كلاسيك. يا وقت أفضل لكي المراجع يلبس الجهاز. Timing of force application in orthopedic appliances. أفضل أنه المراجع، بما أنه إحنا عندنا 10 ساعات إلى 14 ساعة، هسه أنت مخير هل يلبسها أثناء النهار؟ هل يلبسها أثناء الليل؟ لو شنو الفكرة؟ الفكرة أنه يلبسها أثناء الليل هو أفضل شيء، كون كل هرمونات النمو تنفرز بالليل. Timing of force application optimum timing أفضل وقت of extra oral force application لكي ينصلب عليه الـ orthopedic appliance is considered to be during evening and night أثناء المساء والليل. يعني مثلا من 8 بالليل، يعني من بالضبط تغرب الشمس والليل للصبح للفجر، وهذا أفضل وقت. This is because an increased release of growth hormone and other growth promoting endocrine factors has been observed to occur during the evening and night rather than during the day. Day بمعنى نهار يقصد بها هنا. لأنه كل الهرمونات مالت النمو وما يفرزه الاندوكراينز الغدد كله يفرز أثناء المساء والليل، فأفضل وقت إنه نستخدمه أثناء المساء والليل. Patients are advised to wear هاي مهم the appliance in the evening after school hour and throughout the night. وهاي طبعا كلش تخدمني النقطة لما أخلي المراجع يقول لي لا حبيبي أنت روح للمدرسة مالتك تلبس الجهاز مالتك، والبس الجهاز مالتك فقط أثناء الليل، لا تخاف بالليل بعد ما تتعشى البس الجهاز مالتك. شوف هاي الفائدة مالتها شنو، which is also advantageous in term of patient compliance، لأنه المريض ما عنده مشكلة يقول لك أنا بالليل لا أحد يشوفني، لا أنا أطلع، ممكن الوقت هواية من الليل أنا نايم فما راح يأثر علي، وهذا في الشيء نحصل عليه رضا المريض. هسه راح ناخذ الثلاث انواع من الاورثوبيديك ابلاينسز. The following are the commonly used orthopedic appliances واللي هي الهيد جير، الفيس ماسك، والتشينكا. وارجع اذكر الهيد جير الصوره الاولى ترجع الماكزيلا للخلف اذا كان متقدما، والصوره الثانيه الفيس ماسك تقدم الماكزيلا الى الامام اذا كان متاخرا. التشينكاب الصورة الثالثة تحاول ولحد الآن معارك صايرة على التشينكاب هذا الصورة الثالثة، يشتغل لو ما يشتغل، معارك طاحنة بين أطباء التقويم. التشينكاب هو يحاول أن يقلل نمو الماندبل. وآخر شيء الفانكشنال أبلاينسز اللي راح ناخذه إن شاء الله بالجزء الثاني من المحاضرة، راح يحاول أن يقدم الماندبل. نشوف منو اللي يشتغل، منو اللي فعال، ومنو المو فعال من هاي الأدوات أو الأجهزة. نبدي بالهيد جير اللي هو يحاول أو إن شاء الله يعني نقول قادر على إنه يرجع الماكزيلا، قادر هذا الجهاز فعال وأثبتت فعاليته. Head gear are mainly used in management of skeletal class 2 malocclusion caused by prognathic maxilla via growth modification. طلاب اكو نقطة هنا مهمة احب اذكر لكم اياها، شوي اريدكم تركزون وياي.
احنا هسه لحاي اللحظة للي منتبهين وياي بالمحاضرة، احنا كنا على يقين بأنه لما اذكر كلمة اورثوبيديك معناها growth modification in growing patient. بالضبط هاي العبارة كتبوها بورقة. لما اقول لك orthopedic appliances تفتح قوس تقول لي هو growth modification، هو تغيير للنمو شرطك in growing patient، بمريض قاعد ينمو. يعني هاي الادوات ما اقدر استخدمها على الادلت اذا اريد اسوي growth modification، اذا اريد اعتبرها orthopedic appliance. هنا اكو يمكن اكو ما اعرف خطا، هي هاي الكلمه اللي هنا مذكوره اعتقد خطا، المفروض هاي الكلمه هنا ما تنذكر. نرجع نعيد العباره، هيد جير ار mainly used in management of skeletal class 2 malocclusion caused by prognathic maxilla via growth modification. خلص هذا الكلام هو وظيفه الهيد جير وكنا متفقين عليها. الهيد جير طلاب على مود اكون صريح وياكم الى استخدامات غير الجروث موديفيكيشن، يعني ممكن استخدمه كابلاينس عادي مو كاورثوبيديك ابلاينس. ومثل ما ذكرتكم الاورثوبيديك ابلاينس معناها جروث موديفيكيشن ان جروينج بيشنت. خارج هذا اوقات العمل الرسميه كاورثوبيديك ممكن استخدمه كجهاز ثاني. They are also used for distalization of maxillary molar as well as for reinforcement intraoral anchorage. أوش. شنو ذني الاستخدامين؟ وش وقت ذني استخدمهم؟ طلاب بعض الأحيان يكون عندي اكو فراغ ما بين الـ 6 الـ first molar والـ 7، وان المريض عنده اسنانه متقدمه وهو ادلت بيشنت، ادلت كبير واسنانه متقدمه، واريد استخدم اني استخدم الهيد جير يساعدني بعملي، ممكن يرجع لي المولر او ممكن يثبت لي المولر بمكانه حال البرغي اللي نخليه بالعظم، مو نخلي برغي وبرغي سميناه انتاز على مود هذا ما يتحرك، اللي هو reinforcing intraoral anchorage، راح يكون دعم anchorage على مود لما اسد الفتحه هاي ما يتقدم من المولارات، لا اريد هني يرجع عن السنترالات ويسدن الفتحه. فاما اقدر اسوي بيه distalization او اقدر اسوي بيه anchorage يدعم غلق الفراغات او ترجيع الاسنان الاماميه. السؤال الكم هنا، هذا سؤال مهم وسؤال يراد له تفكير. هنا هم راح استخدم هيفي فورس، هنا هم راح استخدمه ات نايت اونلي لو احتاج 24 ساعه. بعد هذا الموضوع انتم تجاوبوا، فكروا وجاوبوا هذا الموضوع. مكونات من يتكون؟ يتكون طلاب الهيد جير من هذا الجزء اللي هو سحول البو، اللي هو عبارة عن حديدتين الانر والاوتر بو. الانر بو هاي تثبت بالتيوب مالت المولر، شلون الصورة السابقة هذا الباند اكو هنا، يعني فد تيوب اضافي، هذا تيوب يدخل بيه الواير، فتحة يدخل بيها الواير، وهاي الفتحة راح ممكن انه يدخل بيها الانر بو مالت الهيد جير، وهذا الاوتر بو هذا الجزء الخارجي راح يتثبت بلاستيكه او يتثبت بتكه على الجزء الخارجي اللي هو الهيد كاب، الجزء اللي يتثبت مثل العقال على الراس. هو هاي كل مكوناته. نجي للجزء الجزء اللي هو يصحوا له فورس ديليفري يونت او يصحوا له الفيس بول. استوني شرحته. اكو بي نقطة لطيفة مهمة لازم نعرفها خاف تجي بالامتحان. It consists of an outer and inner bow، ذكرناها. The length of the outer bow can be adjusted to produce the desired force vector line of force. هذا السيم ممكن يتقصر وممكن يتطول
على مود احقق الفورس فيكتور اللي ذكرناها بمحاضره البايوميكانيك، وايضا راح اذكرها بنهايه هاي المحاضره. يعني شغلات بايوميكانيك على مود يمشي مثلا بالسنتر اوف روتيشن مالت الماكسيلا، على مود ما يسبب لنا فد حركه مو ملائمه، لازم اني اثبته بطريقه بحيث مجرد انه يسحب او مجرد انه يسوي امباكشن، يعني على مود يحقق الهدف مالته. It is counter to fit أيضا هذا الجزء، ممكن أعوجه هذا السيم، ممكن أعوجه على مود يلائم وجه المراجع أو شكل وجه المراجع. The inner bow is counter to follow the shape of the dental arch، أيضا ال inner bow لازم شوي أعوج بيه بحيث يلائم الشكل مالت الأرش، أكو أرش كبير أكو أرش صغير وهكذا. النقطة اللطيفة هنا اللي ممكن تجي من الامتحان، the anterior portion الجزء الأمامي هذا of the bow should be placed about 4 to 5 mm away from maxillary incisor fitting comfortably between the lip rest. هذا الجزء، شوفوا هاي الحديدة، هاي الحديدة لازم تكون مسافة 4، وها طبعا انا اقدر اتحكم عن طريق هذا اللوب الموجود هنا، اكو لوب اكو صعده، اضغطها يتقرب، افتحها يبتعد هذا الجزء. تخيل هاي لما اضغطها بالبلاير هذا راح يرجع شويه، لما ذني ينفتحا يتوسعا هذا راح يتقدم، بحيث اني اخليه مسافه 4 الى 5 مليم عن السنترال انسايزر، اي انه المراجع لما راح يضغط ويسد بالريست بوزيشن على اللب مالته فهي راح تكون موجوده بين اللبس. هاي مهمه وتجي دير بالك، هاي ما بيها شيء. هاي هي اللاستيكه اللي تسلط القوه اللي موجوده هنا بالصوره، شوفوها هاي هنا، هاي بيها مثل السبرنجه، بيها مثل السبرنجه، هي الجر تعطيك طبعا كل واحده من ذني، مثلا هاي تعطيك قوه معينه، هاي تعطيك قوه اكثر، هاي تعطيك اكثر، وانت عندك مثل الجيج، شايفين الجيج مات البنشرشيه بالضبط، احنا عندنا مثله بيتشنجال، نثبته وين؟ نثبته بوحده من ذني ونجر، يعطيني يقول لي مقدار القوه هسه 30 غرام، مقدار القوه هسه 100 غرام، مقدار القوه 300 غرام، انا اريد 300 بير سايد، يعني 300 منها 300 منها يكون كلش كافي وايديال. هذا مهم جدا جدا جدا، اللي هو الانكور يونت، العقال، الجزء اللي يثبت على الهيد، مكانه يختلف، ممكن يكون سيرفايكال، ممكن يكون اوكسيبيتال، ممكن يكون فيرتيكال اللي هو يسموه هايبول، وممكن يكون كومبينيشن. السؤال إليك هنا، هو هذا أهم ما بموضوع الهيد كير، اختلاف مكان القطعة الأنكور يونت، اختلاف مكان التثبيت على الهيد راح يأثر لي على عمل الجهاز؟ يعني لما اسحب بهاي الطريقة يختلف عن السحب بهاي الطريقة، ويختلف عن السحب بهاي الطريقة، وهاي طبعا هنا كومبينيشن اذا تذكرون تو فورس، فاخذ المنتصف مالتهم، ويختلف عن السحب بهاي الطريقة، يختلف او ما يختلف؟ 100% يختلف. فمثلا النوع الاول اللي هو سهولة السيرفايكال اتاتشمنت راح يسبب لي ديستاليزيشن، يعني يرجع الاسنان الى الخلف، وبنفس الوقت كون منطقه الاتصال، شوف الخط مائل للاسفل، ديستاليزيشن اند اكستروجن اوف مولرز، اكستروجن اوف تيب، يعني الاسنان تطلع لبره تنزل للاسفل وترجع للخلف، وهاي ممكن استخدمها بالمراجع اللي عنده شورت فيس، اللي عنده ديب بايت، ما ممكن استخدمها بالمراجع اللي عنده اوبن بايت، او المراجع اللي عنده لونج فيس، وجهه طولاني، بدي اسوي وجهه اطول امرض الشكل مالت المراجع. الاوكسيبيتال عاده يستخدموها، واللي هي تعتبر الاورثوبيديك، يعني اذا اقول اورثوبيديك فاكثر وحده اورثوبيديك هي هاي، اللي هو هاي تمنع نمو الماكس، ليش؟
لانه احنا نعرف انه نمو المعزله داونورد فورورد، فهاي بالضبط راح تكون بعكس اتجاه نمو المعزله. فاذا سالوكم يا واحد من ذني هو يعتبر الهيد جير، قولهم العفو الاورثوبيديك، عفوا يعتبر اورثوبيديك ابلاينز، قول لهم الاوكسيبيتال اتاتشمنت كون اتجاه السحب راح يكون بالضبط عكس اتجاه نمو الماكسيم. فهمنا هسه السيرفايكال. الفيرتيكال وين استخدمها؟ استخدمها لما انا عندي مراجع عنده لونج فيس وانا اريد اسوي امباكشن للماكسيم، لكن ما اريد ارجع الماكسيلا للخلف، اريد فقط الماكسيلا يصعد الى الاعلى. هاي الحاله ما ممكن استخدمها بحالات الديب بايت، وايضا ما ممكن استخدمها بالحالات اللي كلش متقدم الماكسيلا للامام، لانه ما راح اسوي ديستاليزيشن. الكومبينيشن طلاب هم لطيف جدا، هاي وهاي راح ناخذ المنتصف مالتهم، هذا فقط يسوي ديستاليزيشن لا اكثر لا اقل، يعني يرجع الاسنان الى الخلف فقط، لا يسوي اكستروجن لا يسوي انتروجن ولا حتى يقلل النمو مالت الماكسي. فهذا سهوله الكومبينيشن بول هيد جير، واللي اغلب اطباء الاسنان يستخدموه، ذكرنا كانكور يونت انه اما يثبت المولر بمكانها او شويه يرجع المولرات الى الخلف. طلابنا الاعزاء، المود اوف اكشن جدا سهل، موضوع لطيف هم راح نقراه ان شاء الله، مو مهم انتبهوا عليه. The forces are delivered to a sutures of maxilla which compress them and modify the pattern of bone opposition at this site which will result in change in the magnitude and direction of growth of maxilla. هاي العبارة كلها ذكرناها مسبقا. This restriction of maxillary growth will allow the mandible to catch up with the maxilla growth as it continues to grow and eventually correcting the anterior-posterior jaw relationship. بمختصر مفيد يقول شغل الهيد جير هو راح يشتغل على الماكسيلا، راح يمنع نمو الماكسيلا وراح يعطي فرصه للماندبل بانه يسوي كاتش اب يلحق بالماكسيلا. السؤال هنا لكم، هل هو راح يزود نمو الماندبل لو فقط يوقف نمو الماكسيلا؟ هذا لكم السؤال، جاوب. Amount, duration and timing of force جدا جدا مهم الموضوع. مقدار القوة، الديوريشن فترة بقائها، والتايم من يا ساعة ليا ساعة. هذا مهم نقرأ. Head gear should apply extra oral forces in magnitude of 400 600 وأعيد وأكرر طلاب per side، يعني على الجهة الوحدة. يعني إذا يقول لك ايش قد مقدار الهيد جير فورس كلها 800 إلى 1200 على البير سايد على الجهة الوحدة هو 400 إلى 600. طلاب هاي جاية بالامتحان، ديروا بالكم لازم تفهمون كلمة البير سايد. البير سايد يعني على جهة وحدة intermittently، والقوة تكون بشكل متقطع for duration of 12 to 14 hour a day، وعرفنا ليش 12 إلى 14 ساعة على مود يصير عندي skeletal modification، على مود ما أحرك الأسنان. شنو العمر مالت المراجع؟ Head gear treatment is usually given 8.5 to 10.5 in female، 9.5 12.5 year is in male. هذا عمر المراجع، هذا أيضا مهم. إذا زادت القوة عن 1000 وإذا قلت القوة عن 300، excessive force greater than 100 gram will result in trauma to a teeth periodontium while force less than 300 gram may produce dental change rather than skeletal change. وهنا أنا أجاوبكم على النقطة اللي قلنا ذكرنا بيها، لما استخدم الهيد جير
على مود يرجع الأسنان، وقلنا هذا مو أورثوبيديك، هذا مو تغيير بالعظام. فشنو الوقت؟ صدقوني طلاب، الوقت لازم يكون كونتينيوس، والقوة لازم تكون أقل من 300 جرام، لأن هنا أنا مذكورة إذا القوة أقل من 300 راح يصير تيث تشينج، دنتال تشينج، ما راح يصير سكيليتال تشينج. وأني على مود أذكركم بها جزء بالمحاضرة ذكرنا، وأني بهذا الجزء الأصفر قلت أني أريد تغيرات أسنان واللي هو ما تعتبر أورثوبيديك، فهذا الجواب مالته هنا. الجهاز الثاني هو الفيس ماسك، واللي هو بالضبط طلبتنا الأعزاء هو عكس الهيد جير تماما. هذا الجهاز جهاز واسع الاستخدام لحد هاي اللحظة، عكس الهيد جير اللي بدأ يقل استخدامه خلال هاي الفترات بسبب رفض المراجع إليه، رفض المراجع إنه يلبسه. بسبب انه الفيس ماسك عادة نستخدمه لمراجعين اعمارهم كلش صغيرة، مثلا 6 سنوات 7 سنوات، ممكن 6 سنوات تقريبا هو افضل عمر، دول شوية سيطرة الاباء عليهم. بعد عمر 8 سنوات 10 سنوات الطفل راح تكون شخصية له، شخصية مستقلة عن ابوه، ممكن انه يرفض العلاج اذا كان الجهاز ما لبسه. لهذا الهيد جير خلال هاي الفترات قل استخدامه. الفيس ماسك بعدهم استخدامه يكون واسع. ايضا هم نقطة اضيف، الفيس ماسك نتائجه سحرية اذا استخدم بالطريقة، واقصد السحرية سحرية صدق، كلش يقدم الماكسيلا، كلش سريع يقدم الماكسيلا اذا استخدم بطريقة صحيحة، اذا استخدم بالوقت الملائم وبالقوة المناسبة لاستخدامه. فيس ماسك او يطلقون عليه بروتراكشن، يعني يسحب فيس ماسك، او يصيحوا له ريفيرس فول هيد جير او بروتراكشن هيد جير، هاي اسماء. فيس ماسك هاز بين يوز ان تريتمنت اوف بيشنت وذ مايلد تو مودريت سكيليتال كلاس 3 مال انكلوجن. شوفوا هنا على مود نكون صريحين، هنا ما ذكر انه الكلاس 3 هل هو سببه ماكسيلاري ريتروجن او هل هو سببه مانديبولار بروتروجن، ما ذكر هذا. قال هذا الجهاز يعالج حالات المايل تو مودريت سكيليتال، يعني اكو مشكله بالعظم كلاس 3، هاي اول شيء، او يعالج لنا الحالات اللي بيها ماكسيلاري ديفيشنسي. يجي هنا واحد منكم بطل يقول شهو شنو فرق الماكسيلري ديفيشنسي، يعني الماكسيلا راجع عن الحالات اللي يكون عندي بيها كلاس 3. بكل بساطة أقول لك لما الماكسيلري ديفيشنسي هو مو شرط أكو عندك كلاس 3 على مود يصير عندك ماكسيلري ديفيشنسي. مثلا جماعة الكليب أند باليت اللي عندهم هذا الشق ابتسامة الأرنب، ما أعرف شو يسحولها بالعربي، اللي عندهم كليفت ليب اند باليت، دول احتاج استخدم لهم الفيس ماسك بفتره من علاجاتهم. ليش؟ لانهم عندهم ماكسيلري ديفيشنسي، مو شرط يكون عندهم كلاس 3. اند هايبو دايفرجنت جروث باترن، والاشخاص اللي وجههم مربع، الاشخاص اللي وجههم عندهم ديب بايت، الاشخاص اللي عندهم هوريزونتال جروث، دول استخدم وياهم ايضا الفيس ماسك. هاي دلاله على انه الفيس ماسك راح يطول الوجه، اتجاه السحب مالته هو راح يزود النمو مالت الماكسيلا، والنمو مالت الماكسيلا هو داونورد فورورد، بمعنى الوجه راح يكون طولاني اكثر. استخدامات الفيس ماسك طلاب مهمه وحفظوها. component of face mask، من يتكون الفيس ماسك؟ بكل بساطة يتكون من قطعة تنحط وكأنه هي chin cap، قطعة تنحط على الحنج، قطعة تثبت على الفورهيد، حديدة منتصف بالمنتصف أو أكو حديدتين منا واحدة ومنا واحدة حسب النوع، مكان تثبت باللاستيكات. خلصنا الجزء الخارجي. أي removable appliance يتثبت داخل حلق المراجع، او باندات تثبت على السكسات، وبيناتنا نخلي لاستيك ويبدي يشتغل الجهاز.
Face mask consists of the following parts: forehead cap, chin cap, metal framework, and slot for intraoral elastic. اللي هي هنا هاي الزقازيق اللي موجودة هنا اللي راح يثبت عليها اللاستيك. Elastics are used to apply forward pulling force on the upper arch, which are stretched from the intraoral attachment من الجزء الداخلي من حلق المراجع to the slot on the anterior part of framework. يعني تربط الجزء الداخلي مات الفيس ماسك اللي هو مثبت بحلق المراجع بالجزء الخارجي، هذا هو وظيفة اللاستيك. Which bring downward and forward pulling of maxilla، واللي هذا يثبت لنا انه الماكسيلا ممكن استخدامه بالاشخاص اللي هم وجههم يكون مضغوط، واريد ازود الارتفاع مات الوجه. نوعيتين اكو، delayer type اللي هو نفس الفورهيرد والشين كاب نفسهم، بس بدل ما حديده بالمنتصف راح يكون حديده جانبيات من الوجه. البيتت تايب اللي هو تكون حديده بالمنتصف، يعني التصميم هذا. مهم جدا اعرف التايمينج اند ديوريشن، شنو وقت اللي استخدم بيه وش قد فتره الاستخدام. There is an increased body of evidence، يعني اكو بحوث هوايه، that orthopedic correction treatment is more likely to be successful if it is carried about often if it is carried about carried out prior to pubertal growth spurt، قبل ما تبدي فترة النمو العالية، يعني عمر 6 سنوات، عمر 7 سنوات، اللي عمر اللي يطلع به السنترال انسايزر، الابر سنترال انسايزر. يعني اكو بحوث هواية تدل بانه افضل وقت لاستخدام الفيس ماسك هو الوقت اللي يظهر به الماكسيلاري سنترال انسايزر at the time of initial eruption، اول ما يبدي يطلع، مو حتى طلع السنترال انسايزر، اول ما يبدي يطلع eruption of upper central incisor اللي هو prior to pubertal growth spurt. The face mask can be attached to transpalatal arch to أو أور هنا فارزة أنا خليتها لأنه عمود يصلح المعنى أور تو ماكسيلاري إكسبانشن أبلاينس. طلاب أريد تخلون على هاي العبارة 100 خط وإن شاء الله راح تتذكروني إذا بقينا سوا وشرحت لكم محاضرات المرحلة الخامسة، لأن هاي المعلومة جدا مهمة راح اشرح لكم فد مبدأ عليها بسيط بس على هاي العبارة، راح ارجع اعيد لكم اياها واشرح لكم. The face mask can be attached to transparietal arch or to rapid maxillary expansion appliance. تذكرون الابلاينس اللي نوسع بيها الفك؟ ليش ممكن انه استخدم توسعة للفك مع استخدام الفيس ماسك؟ النقطة كالآتي، حفظوها، ما موجودة بالمحاضرة لكن راح ناخذها إن شاء الله بالسنوات القادمة، بالسنة القادمة إن شاء الله. العلماء لقوا إنه إذا رادوا يستخدمون الفيس ماسك أو رادوا يستخدمون الهيد جير، بمعنى إنه رادوا يصلحون لكلاس 3 أو رادوا يصلحون لكلاس 2 بجروينج بيشنت، لقوا انه افضل طريقه لتصحيح الشيء هو استخدام هيد جير او فيس ماسك وذ اكسبانشن، لازم يوسعون الفك شويه. هسه ليش؟ شنو النتائج؟ بعدكم انتم يعني ما مستعدين لهاي المعلومات، بالسنه القادمه ان شاء الله اشرح لكم اياها، لكن احفظوها هسه. For successful maxillary protraction, a force is 300 to 500 side, نانا per side بمعنى، يعني القوة 600 إلى 1000 with 12 to 14 hour، وفترة العلاج تكون من 3 أشهر إلى 16 شهر. أنا عندي جماعة الكلاس 3 maxillary deficiency
ذول اللي الماكسيلا راجع عندهم واستخدم لهم الفيس مات 6 اشهر تكون جدا كافيه للعلاج. استخدم لي رابيد ماكسيلا اكسباندر، بصراحه ما استخدم رابيد، استخدم ماكسيلا اكسباندر، اوسع الفك واقدمه خلال 6 اشهر، اقضي على الكروس بايت الانتيرير واصلح الديفيشنسي اللي صاير بالماكسيلا، كلش كافي هذا الوقت. اخر جهاز هو تشينكاب، وطلابنا الاعزاء هذا الجهاز صاير عليه معارك، طبعا مو معارك مثل المعارك اللي عندنا ثوافي، لا معارك كل واحد من العلماء ينزل بحث، اكو علماء تقول ما يشتغل، اكو علماء تقول يشتغل وفعال، العلماء تقول ما يشتغل، تقول النتيجة اللي انتم قاعد تشوفوها قدامكم بعد استخدام التشينكاب ترى ما جاية من انه التشينكاب راح يوقف النمو مالت الماندبل، ترى الماندبل ما حد يقدر يوقف النمو مالته، ماكو شيء، عنيد جدا الماندبل، جدا عنيد لما توصل الشغله يم انه اوقف النمو مالته، ما ممكن هو يتوقف من وحده. ولكن اللي قاعد يشوفه واللي قاعد يصير انه انت لما تستخدم التشينكاب الماندبل يفتر، يصير بي روتيشن، يصير بي كلوك وايز روتيشن، هاي الاستيكه وجاره الماندبل للخلف، فيبين وكأنه ترى يبين وكأنه صلح، بس ترى هو ما قاعد يصلح. يجون ذولاك العلماء ينزلون حالات يقيسون بها طول الماندبل ويقولون لهم باعوا قاعد يقل النوم، واحنا واقعين ما بين ذولا وما بين ذولا. اني من ناحيتي صراحة استخدم التشينكاب كريتينر كمثبت، يعني اجاني مراجع عنده مايلد تو مودريت كلاس 3، استخدمت له الفيس ماسك ويا الاكسباندر، وسعت الفك، ورا ما كملت ال6 شهور العلاج اخليه يلبس التشينكاب ات نايت اونلي لما ينام فقط، كريتينر للحاله مثبت للحاله فقط. تشينكاب از ان اكسترا اورال اورثوبيديك اورثودونتيك ابلاينسز، وما اعرف ليش هنا ذكرت كلمه اورثودونتيك، اعتقد هذا مو مكانها، لازم المفروض يكون تشينكاب is an extra oral orthopedic appliance used to treat skeletal class 3، ركز على العبارة malocclusion due to mandibular prognathism، فقط الأشخاص اللي عندهم الماندبل متقدم أقدر أستخدم التشينكاب. It cover the chin and it and is connected to the head gear. طبعا هاي مو head gear طلاب، هاي هيد كاب، هيد جير هو ذاك الجهاز الهيد جير، اعتقد هاي هم خطا هنا، هي لازم تكون هيد كاب. It cover the chin and connected to a head cup. هذا الهيد كاب. Chin cup appliance is aimed at restraining the forward growth of the mandible. شوف هو حتى هو ما واثق من الموضوع، يقول aim تهدف الى، هل انه تحقق هذا الهدف المرجو منها او لا، ما ذاك. يقول التشينكاب هو انه تهدف، استخدامها يهدف الى انه تقلل النمو مالت الماندبل. شنو مكوناته؟ تشينكاب كفر ذا تشين، وهذا كلش لطيف لو يوم ان شاء الله تشتغلون السنه الجايه، اكو تجي بلاستيك قطع بقياسات مختلفه وامراض، اذا ما عندكم بلاستيك تاخذون طبعه بالالجينيت للحنج، تجيبون الالجينيت بايدكم وانتم تسوون دعبله، او بالواكس تجيبون واكس شيت تموعوه وتحموه وتحطوه على الحنج، تسووه مثل التراي تثقبوه، وتجيبون الجينيد تخلوه داخل هذا الواكس وحيل تضغطوه على الحنج، بس مو كلش حيل على مود الميوكوزا ما تنضغط، وتاخذون طبعه للحنج تصبوها وتدزوها لابو المختبر، راح يسوي لكم اكريليك وبيه كات اثنين، الدور تجيبون عندكم لاستيك، هذا مثل لاستيك البوجامه وجايم ايام زمان بها لاستيك، وتجيبون هذا الهيد كاب، واذا ما حصلتوا هيد كاب انتوا تقدرون تسووه تخيطوه، يعني يم الخياط او واحد يعرف يخيط يسوي لكم اياه، ف وتشكلوه وتقيسون القوه مالته وتخلون المراجع يلبسه. تايب اوف تشين كاب، التشين كاب مثل الهيد كير،
نوعيتين اعتمادا على شلون راح اسحب. طبعا ما بي سيرفايكل لانه تفلت، فاما بي فيرتيكال عمودي او بي اوكسيبيتال اللي يروح باتجاه الاوكسيبيتال بون. هن مهمات تحفظونها. اوكسيبيتال بول تشين كاب انديكيشن مالته استخداماته مايلد سكيليتال بروجناثيزم اوف ماندبل، يعني شويه الماندبل تقدم، decreased facial height يقلل لنا شوية لا بالضبط بالضبط indication، مو يقلل لنا عفوا indication in patient with المريض عنده، لأنه هو يزود ال facial height لأنه شوية راح يفر الماندبل للأسفل فراح يطول الوجه. mild skeletal prognathism أو مريض عنده facial height قليل لانه هو راح يزود الفيشل هايت. well aligned or protrusive but not retroclined mandibular incisor، لانه لما راح يفتر الاسنان اذا كانت متقدمه او كانت طبيعيه شوي راح ترجع للخلف مو مشكله، لكن اذا كانت الاسنان هي اصلا راجعه وهو راح يفتر الى الخلف شويه، طبعا مليمات راح يبين كلش هواي راجعات، فهذا ما ممكن نستخدمه. الفيرتيكال بول هيد جير، عفوا الفيرتيكال بول تشين كاب اللي راح يسحب للاعلى انديكيت ان بيشنت وذ اوبن بايت، المريض اللي عنده فتحه اماميه بين اسنانه راح نستخدم له الفيرتيكال بول تشين كاب، واني هذا اشوفه انه يشتغل كلش يشتغل لانه راح يسوي اوتو روتيشن للماندبل شويه للامام وراح يدفع الاسنان او يدفع البون كله الى الاعلى، فممكن يساعدنا بتصحيح، يساعدنا لكن ما ينهينا اياها تماما، يساعدنا بتصحيح الاوبن بايت. A force of 150 to 300 gram is used at the time of the appliance delivering and over the next 2 months. اذا 150 الى 300 هنا المفروض ينذكر بير سايد، طلاب هاي ضيفوها بالمحاضرة بير سايد. A force of 100 لا هاي ما ذاكر هنا بير سايد والله ما أدري، هاي مشكلة لأن هو هنا ذاكرها فمعناه هنا ما ناس، إذا معناه القوة تكون بالبداية كل شيء قليل، حفظوها مثل ما هي. A force of 150-300 gram is used at the time of the appliance delivery and over the next 2 months. The force is gradually increased to 450-700 gram per side. نعم ذكر per side. لكل جهة 450 إلى 700. The patient is asked to wear the chin cup appliance for 12 to 16 hours a day to have the desired results. يعني نخلي المريض يلبسها 12، أكثر مدة للبس هي 16. الهيد جير والفيس ماسك ما كان هيجي. أكو نقطة هنا مهمة. Direction of force for all orthopedic appliances. اتجاه السحب شلون راح يكون؟ هل اتجاه السحب مهم يأثر على العمل مالتي؟ تذكرون لما قلنا انواع الهيد جير كل واحد الاستخداماته بسبب اختلاف اتجاه السحب. واستونا ايضا ذكرنا انه التشين كاب اكو نوعيتين باتجاه السحب وكل واحد الحالات تختلف عن الحالات الثانيه. هذا الموضوع وراح يشرح لك ليش اختلاف السحب راح يأثر على يعني يعطي نتائج مختلفة. Orthopedic force should be applied in the appropriate direction to have a maximum skeletal effect. يعني انت شو تريد؟ تريد ترجع كنت تسحب باتجاه الترجيع، تريد تسوي impaction كنت تسحب باتجاه الimpaction وهكذا. The desired change are best achieved when the line of force pass through the center of resistance of skeletal structure to be moved. وأفضل نتيجة أنه لما نخلي قوة السحب مثل هاي الصورة، نخلي قوة السحب
باتجاه السنتر اوف ريسيستنس مالت اي جسم اريد احاول اغير. هذا شويه طلاب مهم. The force direction or force vector should be decided depending on the clinical needed. شنو اللي احتاجه انا؟ For example, while treating a class 2 malocclusion with a headgear therapy, the selection of cervical, هنا cervical, attachment to produce force vector that is below the center of resistance, لان هذا center of resistance of maxillary molar, resulting in distalization as well as extrusion. واللي قلنا نقدر نستخدمه بالديب بايت، ما نقدر نستخدمه بالحالات اللي وجد طولان. While the occipital, the occipital produce intrusion via distalization لانه اعلى 100 من ال center of resistance. افضل واحد هو الكومبينيشن اللي راح يسوي لك distalization pure. الفيرتيكال راح يسوي لك فقط intrusion بدون distalization، وهكذا. An appropriate site of anchorage should be selected based on what type of skeletal and tooth movement will be beneficial in a given case. لهذا لازم تعرف يا anchorage unit تستخدمها لكل حالة. خلصت المحاضرة طلاب.